المرأة الحامل بحاجة لعناية طبية أكثر من أي حدا تاني. وصار في عنا تطور بالطب، وصار في عنا أشياء كتير فينا نعملها خلال الحمل لنقدر نساعدها نحنا بهالعناية تبعيتها. فالمرأة الحامل من قبل يمكن ما كانت تشوف حكيم، من قبل كانت تخلفها الدي، بس هلأ صار في عنا أشياء فينا نعملها نحنا منساعد المرأة نعرف شو فيه ومنساعد المرأة والبيبي بنفس الوقت. كم مرة المرأة الحامل لازم تجي عند الحكيم؟ بالمبدأ بأول الحمل اللي هو الحمل بيمتد من أول يوم من آخر دورة لتقريباً 40 أسبوع، وفي مرات بنقول في عندنا 42 أسبوع لأنه في أسبوعين منزيدهم نحن لنقول هي بتكون ما بعد الديت تبعيتها. بأول 28 أسبوع بالمبدأ المرأة الحامل لازم تشوف الطبيب كل 4 أسابيع مرة بالشهر. وقتها منوصل لل 28 أسبوع يلي هي بنقول نحن فتنا بالشهر السابع، المرأة لازم تشوف الحكيم كل جمعتين لثلاث جمعة. وقتها منفوت بالشهر التاسع يلي هو 36 أسبوع، المرأة لازم تشوف الحكيم كل أسبوع لكاني تولدت. هلأ بهالزيارات يلي بتعمله المرأة الحامل لعند الحكيم في عدة إشياء بتنعمل. بأول زيارة يلي هي بالمبدأ بتكون أطول زيارة، بصير في بناخد القصة الطبية من المريضة إذا عاملة عمليات، عندها مشاكل صحية، بتاخد أدوية، عندها حساسية اتسترا. بنعمل لها أكيد الفحص، وأهم شيء إنه نعمل صورة صوتية لنتأكد نحن قديش إلى حامل المرأة، إذا في عنا أكثر من جنين جوا، إذا العنين جنين عايش ولا مش عايش. وهذا الشيء بيساعدنا لنخطط للحبل بعدين. في كتير فحوصات دم بتنعمل بأول فيزت، في كتير فحوصات دم بتنعمل بين العشر أسابيع و 13-14 أسبوع تنشوف إذا في عنا تشوهات جينية عند الجنين. في فحوصات تصوير صوتي بنعمله عندهم بهالفترة كمان، في تصوير صوتي بينعمل حوالي 20 أسبوع لنشوف تفاصيل البيبي، لنشوف إذا في عنا أي تشوهات خلقية عند الجنين. بين ال 24 أسبوع و 28 أسبوع في فحوصات دم تنشوف إذا في سكري ولا ما في سكري. تقريبا وقتها مفوت بالشهر التاسع في زرع بينعمل من المهبل لنشوف إذا في بكتيريا موجودة ولا مش موجودة، إذا مضطر نحن نعطي أنتيبيوتيك أو مضادات حيوية للمرأة هي عم تخلف تمنى ننقل أي شيء لعند البيبي. بشكل بسيط ومبسط هيدي الأشياء اللي بنعملها للمرأة هي وحامل. أكيد هيدي الطريقة اللي بنستعملها عند المرأة يلي ما عندها أي مشاكل بالحبل، إذا ما عندها حبل خطير، إذا كان في حبل خطير، إذا في كان عندنا مشاكل أكيد بيتغير شوي طريقة التعاطي مع المرأة الحامل.